هذا وقد حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات التشريعية والقانونية بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما نص عليه دستور وميثاق العمل الوطني، وهو ما ساهم في بناء بنية تشريعية رصينة ساهمت في تسريع وتيرة التنمية والنماء على مختلف الأصعدة. جملة المنجزات الوطنية والحضارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية جاءت في إطار عمل وطني تكاملت به جهود حثيثة عملت بجد واجتهاد على كافة المستويات، مرتكزة على بنية تشريعية رصينة مؤكدة ثمرات التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسي للعمل البرلماني. احنا نعول خلال الفترة القادمة استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه المصلحة العامة ومصلحة الوطن وتنفيذ كل ما يتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة أن هناك الكثير من القوانين التي تتطلب تعاونا مثمرا وبناء بين السلطتين، ونعتقد أن نعول في خلال الفترة القادمة على جميع الوزراء وجميع المسؤولين في الدولة أن يعطوا الدور البرلماني والتعاون مع البرلمان أهمية قصوى من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني أولا، ومن أجل أيضا تحقيق طموحات شعب البحرين في على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا. وإحنا إن شاء الله في السلطة التشريعية من خلال تعاوننا مع السلطة التنفيذية والتعاون بين المجلسين إن شاء الله نحقق ما يراه جلالة الملك على أرض الواقع من خلال بلورتة في تشريعات. أثمر التعاون بين السلطتين جملة من القوانين الهامة والمخرجات التشريعية الرصينة التي عززت من البنية القانونية للمملكة وساهمت في تطويرها وخلق مناخات اجتماعية واقتصادية وسياسية رحبة ومتطورة تضع المواطن محور التنمية والتقدم فيها. التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو أتى من المبدأ الدستوري، الفصل ما بين السلطات مع التعاون بينهم. التعاون ما بيننا وبين السلطة التنفيذية هو تعاون غير محدود، ولا يمكن أن إحنا كسلطة تشريعية نقوم بدورنا على الوجه الأكمل بدون التعاون مع السلطة التشريعية. طبعا كمثال التعاون نراه في اللجان، فلا يمكن ان احنا نقوم اللجان تقوم بدراسه قانون ومن ثم اصدار القانون كمجلس بدون ان احنا نستشهد وناخذ راي السلطه التنفيذيه في هذا القانون، لان اخذ رايها جدا مهم بحيث ان احنا في الاخير نخرج بقانون بيكون يعني متكامل وخالي من اي العوار التشريعي. لا شك أن اليوم التعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سيؤتي ثماره وبينعكس طبعا إيجابا على كثير من المقترحات التي تقدم من السادة النواب والتي تصب في صالح كثير من المشاريع الخدمية سواء كانت أو التشريعية. مسيرة العطاء والتنمية الحافلة التي تشهدها المملكة تتطلب تعاونا وتفاهما مستمرا على غرار ما حققته الحكومة الموقرة إلى جانب السلطة التشريعية خلال السنوات الماضية، والتي سطرت على إثرها المملكة جملة من الإنجازات الحضارية المتميزة في أجواء تشاركية واسعة أتاحت أمام المواطن الكريم مساحات شاسعة ليساهم في مسيرة النهضة المباركة لمملكة البحرين. منجزات تشريعية كبيرة وهامة خرجت من غرفتي المجلس التشريعي في النواب والشورى، ما كان لها أن ترى النور لولا التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما انعكس بشكل كبير على الصالح العام ومصلحة المواطن البحريني على وجه الخصوص. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.